معنا من كيغالي الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية جبرين عيسى. أهلا بك سيد جبرين. يعني سيد جبرين، بداية الحديث عن أو اتهام الإنقلابيين لفرنسا بالمشاركة في مخطط للتدخل العسكري، هل هو أمر وارد الحدوث أم أنها ورقة يستخدمها القادة الإنقلابيين لتجييش الشعب الذي شهدنا خروجه والهجوم على السفارة وحمل الأعلام الروسية؟ مرحبا بكم. أنا أعتقد أن فرنسا والعسكريين الإنقلابيين وصلوا إلى نقطة لا تلاقي نهائيا، ولذلك أعتقد أن فرنسا جادة في تهديداتها للعسكر، وكذلك أيضا تفويض هاشم مسعود وزير الخارجية النيجري للقيادة الفرنسية العسكرية للتدخل عسكريا لتحرير الرئيس محمد بازوم. ولكن الأهم من ذلك كله أن الشارع النيجيري اليوم يقف مع العسكر، بغض النظر عن أن العسكر انقلبوا على رئيس منتخب. وفرنسا والدول الغربية أعتقد أنها إلى الآن لم تدرك المزاج العام للشارع الإفريقي، والذي يرفض التدخلات الدولية والتدخلات الإقليمية، إن كان عن طريق منظمة دول الاقتصادية لغرب إفريقيا أو غيرها من المنظمات الدولية. فلذلك أعتقد أن فرنسا إذا استخدمت القوة للتدخل في هذا الشأن فإنها ستخسر دول إفريقية أخرى، وستخسر أيضا وجودها يعني على مستوى إفريقيا كاملة، لأن الشارع الإفريقي اليوم يرفض أي تدخل إن كان غربي أو إن كان إقليمي في الشأن الداخلي. نعم. بغض النظر لكن يعني هل نستطيع القول سيد جبرين أن هل هاجس التمدد الروسي لدى الغرب في المنطقة هو الدافع وراء تكثيف الضغوط الدولية والإقليمية الراهنة على قادة الانقلاب يعني؟ وأنا أعتقد أن هذه ذريعة وليست حقيقة، لأن الشعوب الأفريقية قبل تواجد روسيا في مالي أو في أفريقيا الوسطى أو في بوركينا فاسو أو حتى في ليبيا، التواجد الروسي ليس هو المسبب الرئيسي لتحرك الشارع الإفريقي. الشارع الإفريقي ظل تحت النهب وتحت السيطرة الفرنسية المباشرة والغير مباشرة عبر نظم دكتاتورية من أجل السيطرة على ثروات إفريقيا. لماذا لم تتحرك فرنسا وأمريكا والدول الغربية عندما انقلب محمد إدريس ديبي على الحكم قبل عامين واستولى على الحكم بقوة السلاح دون شرعية؟ وفرنسا باركت هذه الخطوة، والاتحاد الإفريقي بارك هذه الخطوة، والمنظمات الدولية قبلت بمحمد ديبي أن يكون رئيسا. هناك ازدواجية معايير في المقاربة الفرنسية والغربية في إفريقيا، والشارع الإفريقي حقيقة يرفض ذلك تماما الآن. الشارع الأفريقي نهض ولن يعود إلا بخروج المستعمر الفرنسي بشكل نهائي من الشارع الأفريقي وليس فقط النيجر. سيد جبرين، ربما السؤال الذي يطفو حاليا هو إلى أين يقود هذا الانقلاب ليس فقط النيجر بل دول الساحل الأفريقي؟ أعتقد أن الإدارة الفرنسية إلى الآن تتعامل باستراتيجية شارل ديغول نحو سياساتها في أفريقيا، وهذه الاستراتيجية لم تعد نافعة بالنسبة للمصالح الفرنسية. فرنسا ستخسر النيجر وستخسر بعدها معظم الدول الإفريقية. أنا الآن موجود في كيغالي عاصمة رواندا، والتي لعبت فرنسا دور كبير في المذبحة في عام 1994. هناك يعني مزاج عام في الشارع الأفريقي رافض للتواجد الفرنسي في إفريقيا. ينبغي على الإدارة الفرنسية أن تغير من سياساتها تجاه أفريقيا. أفريقيا الفرنسية أكثر تخلفا من جميع الدول المستعمرات الأخرى مثل المستعمرات الإنجليزية في أفريقيا. فلذلك أنا أعتقد أن القادم سيكون أمر على فرنسا. من كيغالي الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية جبرين عيسى، شكرا جزيلا لك.